blé. Again. Next. صوت بس الصوت اللي بره. لا لا مش مشكله هم هيعدوا بس معانا وقت معانا وقت. اجينا انا عارف الاجابه بس اجينا. هي الإجابة من غير ما أراها الأولى بس هنقراها بقى هنسمعها. أجين. طيب. ايه ده؟ ليسننج برضه؟ بس اتنين بيتكلموا مع بعض. يعني هو بيقول لك Secretary is talking to an applicant in the calling office. What position is the applicant applying for? Third officer, second officer, able seaman. تمام؟ Next. ليه بقى؟ هي دي اللي انا بقى. يعني هو هيجيبوا اتنين هيتكلموا مع بعض والاجابه هتبقى موجوده عندك يا سيرد اوفيسر يا سكند اوفيسر. ايه بول سيمان؟ ايه بول سيمان؟ ابصر نقرا السؤال تاني. A secretary is talking to an applicant in the calling office. What position is the applicant applying for? يلا بينا. استني الهدوء ده. يلا بينا.
هي حاجة تبع شغلك. جونيور ديك، جونيور ديك اوفيسر. الأولى ولا الثانية؟ أنا ما أعرفش. هو طالب وظيفة، طالب وظيفة عايز جونيور ديك. أنا بقول ما أعرفش، هي مش الثالثة، مش السيرد، لأن هي قالت له في قالت له السيرد. أنا لا، أنا قال لها أنا المفروض أشتغل في السيرد، بس أنا طالب جونيور ديك اوفيسر. الجونيور ده اللي هو تقريبا أقل حاجة في الديك، فأنا ما أعرفش هو ده. يلا بينا نيكست. ايبل، ايبل سيمان، ايبل سيمان اللي هو ايبل، ايبل لفظ ايبل بس قادر على سيمان يعني بحار. ايوه لا ايبل، ايبل معنى الترجمه بتاعت ايبل قادر على، قادر على قادر انه يشتغل سيمان. اوكي دي الاجابه. نفس الموضوع برضو. نفس الموضوع. The chief officer is calling an emergency. بيتصل بالطوارئ. كلينيك، بعيادة الطوارئ. Is it necessary to make an appointment؟ هل ضروري ان انا اعمل ميعاد معاكم؟ طب ايه بقى الاختيارات؟ No, it's not necessary. مش ضروري because it's an emergency. الموضوع في طوارئ. No, because the clinic isn't busy. مش فاضية. مش مشغولة. No, because the doctor will visit the ship first. لان الدكتور هيزور السفينة اولا. يعني الشيب اوفيسر بيتصل بالطوارئ، بالعياده بتاعه الطوارئ. تمام تمام. هل ضروري ان انا اعمل ميعاد؟ هم هيقولوا له ايه؟ يلا بينا. هيقولوا لي يوم الثلاثه دول. يلا بينا. تقريبا هي بص انا معايا الاجابات على البتاع ده. لا لا مش عايزين اجابات. ايه في قصه ثانيه في الاسئله دي موجوده اصلا؟ لا هي الاولى بس هعيدها تاني. هعيدها تاني. ضروري بكوز ان هي مش الموضوع مش ضروري يعني. The ratings are talking about the port state control inspection. في فحص يعني. inspection. What deficiencies have been found after the current inspection. ايه اللي ولقوه، ايه اللي وجدوه بعد، ايه الملاحظات اللي هو بعد الفحص. طب نشوف اللي تشوزه اول قبل ما نسمع. الموتور on one of the life boats won't start. مش هيبتدي ولا الموتور الجنراتور اللي هو المولد الكهرباء دوت اتعطل، بروكن داون يعني اتعطل مش شغال، ولا في كريك، في كريك تشقق تقريبا الاجابه دي. بس شوفها معاك محاسب مين ما تقول له. شوفها ما هو ثلاثه ينفعوا، ما ممكن يكون الجنريتور فيه مشكله. انا مذاكرها. انت مذاكرها؟ بس اتاكد. طب معلش لو سمعتها هقول لك يعني. سنة مش سنة هشوف لك. هي بروك. هشوف لك تاني وحاول.
Listening برضو. A radio announcer, واحد مذيع في الراديو, is talking about a radio play. Where does the drama take place? يعني حصلت فين الدراما ديت؟ On an oil rig ولا on a farm ولا in the plexi. الله بيه. بص مذيع في الراديو وبتاع. اويل ريج, بس هتاكد تاني الاولى. مش كله كده على فكره, دول 11 سؤال بس بعد كده كله سؤال. ده اصعب حاجه في الليسننج. اه هما لسه ما عدوش 11, احنا عدينا. لا احنا عدينا ده 11 احنا كده دلوقتي في السؤال ال 24. ده ال 24 مش فاكر, بس هو ما احنا هم كلهم الاثنين الليسننج 24 سؤال اللي هو ده. احنا خلصنا منهم 11, ده في ال 11 التانيين. 22 سؤال ده في ال 11 التانيين. اه يعني يعني فاضل لسه 10 كمان. انا ما اعرفش هو مكتوب تحت على فكره فين. ما هم 85 سؤال كله؟ عندنا منهم 15 على على الـ على الـ احنا ده في الليسننج, وفاضل 6 اسئله بس. وبعد كده نشوف ايه. بعد كده تشوز كده اي كلام. جرامر بقى. جرامر اه ان وايز وبتاع. وبادئين كده بالليسننج على طول بالخط. اه هو اصعب حاجه ده على فكره. هو ده اللي بيضيع اصلا. هو ده. A master is talking to his young استاذ بيكلم حد صغير and inexperienced 3D officer. انا ما اعرفش مين الثيرد اوفيسر دوت. ماشي. المهم يعني ما عندوش خبره. On the bridge على الكوبري in waters اللي على الميه. نص ساعة. On the bridge in waters of East Africa, why is it master less worried than 3D officer? ليه هو أقل قلق الماستر من الثيرد أوفيسر؟ Because there is an international warship nearby. ولا because the pirates in القراصنة have quite basic weapons, لأن معاهم أسلحة. ولا because they are following a fairly safe route. تقريبا اللي في النص, بس اسمعه تقريبا اللي في النص. لا ما هو بيقول لك لماذا ان الماستر اقل يعني مش قلقان. مش قلقان. فانت تقول له عشان خاطر القراصنه معاهم اسلحه يبقى هو مش قلقان, ولا عشان خاطر هم ماشيين في طريق امن. تمام. طب اسمع, ما انت انا مش متاكد من الاجابه على فكره. انت اللي بتسمع عشان انا باخدها بال ما انا فاهم بالمذاكره. هي هي الاولى الثالثه. تمام. لان هنا بيقول لك ان في سفينه قريبه منهم عشان كده هو مش قلقان, او هم ماشيين صح. لكن القرار تقريبا هي الاخيره. اسمعوا لي. النت شغال. مش هيعمل بيك. بيك ده اللي احنا عملناها دي. نعمل نيكست. فاضل اربع اسئله في الليسننج. اه هو عايز نمبر ايه. اه ما انا بس عايز اعرف الموضوع ايه. ان اون بورد ترينر متدرب از واتشينج لايف بوت لاونج اند توكينج ويز وان اوف ذا اوفيسرز. هاو ميني سي فيرورز ار
لاوشينج ذا لايف بوس كم عدد الـ A السي فيرز 725 ماشي يلا بينا هو بنسبة 99.7 بس هو قال حاجات تانية بعد كده ما خدش بالي منها. عايز تعيدها تاني؟ اه. ماشي. لسه هيجيب لك قطعة ريدنج طبعا شطح. لا لا لا. هو ده أصعب حاجة. بعد كده أنت عايز ريدنج ريدنج قراءة. هيجيب لك قطعة. قطعة واحدة فيها اختيارات. النت شغال كويس مفيش حاجه حرام كان الأوفيسر بيشتكي للماستر about the charts خرائط تقريبا what probably happened to the pins اللي حصل للإقلام and eraser والجومة they are probably on the floor وعين على الأرض they are in the third officer's cabin في الكابينة هي مشكلتهم إنهم مش لاقيهم يعني ولا إيه ماشي ولا the master probably forgot to put them back ما رجعهمش مكانه تمام كده فهمنا السؤال يلا بينا ولا بوت زين باك دي بس هتاكد تاني ماشي سمعتها تاني قال لا ايه سمعها تاني مش مشكله لا لا حلو ان شاء الله بيكلموا مع بعض بعد ما نفذوا عمليه في الصباح وبعدين اكوردنج تو ذا ريبورت حسب التقرير ايه سبب مشكله معظم الحوادث اثناء العمليات الصباحيه هاندلنج ذا روبس الاحبال الوايرز ولا فشل في الايكويرمنت ولا الطقس السيء ده كده اخر سؤال ولا لسه في اسئله ثانيه ولا ما تعرفش فاضل 11 و11 22 فاضل 3 4 4 اتك ليه بص مع ان هي ساعات انت مستاهل هي الأولى الأخيرة سأتأكد تاني Thank you.
ليه عايز تعيدها؟ بدوزة. شغال. يتكلموا بجانب واحد من اللايف بوتس. وات از ذا لايف بوت ميد ميد اوف؟ مصنوع من ايه؟ كلاس رينفورست بلاستيك ولا الومنيوم ولا وود؟ لا ان شاء الله تيجي. لان هو قاله في الاخر بس اتاكد تاني. اسطول مدير اسطول فليت اسطول مدير اسطول والرئيس بتاع المهندسين بيتكلموا مع بعض في لندن في مكتب في لندن. اين يجب ان التذاكر تتجمع؟ منين؟ في المدينه في المطار من الوكيل اللي هناك. بسم الله. طب فين بلي شغال النت؟ تمام. ماشي. هي دي؟ يلا بينا. راح فين؟ هيثم.